الديمقراطية التي كانت معروفة أبان حكم الزعيم علي عبد الله صالح كانت لها نكهة في الوسط السياسي، وكان هناك حدود وخطوط حمراء لديمقراطية القوات المسلحة والأمن، كان يمنع التجاوز لها. وكذلك في الديمقراطية التي كانت تشمل الأمور السياسية والاقتصادية والمدنية والثقافية والقبلية، كانت الناس في الإعلام لديها حرية أن تكتب عنها وتعبر عنها. لكن نحن اليوم في 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 ديمقراطية أخرى، ديمقراطية من حبني حبها الله. يعني إذا كان أنت اليوم واقف إلى جانبي، وديمقراطية المغربين، وديمقراطية في هناك أشياء ممنوعة لا تكتب عنها. الإعلام أصبح الآن حكر. الديمقراطية هي أو الإعلام هو صورة للديمقراطية الحقيقية التي نحن نعرفها وندركها ونتعامل بها. نترحم على روح علي عبد الله صالح وعلى روح الشهيد الأمين العام عارف الزوكة، ورحمة الله على جميع الشهداء، ونتمنى أن تتحسن أمورنا. ذكرى تولي الزعيم علي عبد الله صالح لمقاليد الحكم في الشطر الشمالي، حيث تولي الزعيم مقاليد الحكم في تلك الفترة، وكان الشطر الشمالي يعاني من ظروف أمنية وسياسية متردية جدا. وبعد أن وقع الاختيار على الزعيم علي عبد الله صالح من قبل مجلس الشعب التأسيسي، استطاع الزعيم وخلال فترة قصيرة أرساء دعائم الأمن والاستقرار والعملية الديمقراطية في الشطر الشمالي، واستطاع بناء دولة حديثة خلال فترة قصيرة، واستطاع أكمال مشواره بعد ذلك بتحقيق الوحدة اليمنية وأرسال دعائم الديمقراطية في الشطر الجنوبي والشمالي في دولة الوحدة اليمنية. واستمرت العملية الديمقراطية فترة من الزمان إلى أن تم الانقلاب على تلك العملية فيما تسمى بثورة التغيير في 2011، التي خرج فيها أحزاب اللقاء المشترك الذي عجزوا الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، ثم ذهبوا إلى انتهاج ثورات الشوارع، والتي من خلالها انقلبوا على العملية الديمقراطية التي أرسى دعائمها الزعيم وأقرها أبناء الشعب اليمني في دستور الجمهورية اليمنية. تم انتخاب الزعيم علي عبد الله صالح من مجلس الشعب رئيسا للجمهورية العربية اليمنية في ظل حروب عصيبة شكل في ذلك التاريخ فارقة وعلامة تاريخية مجيدة لليمن الجديد، حيث استطاع أن يخرج اليمن من ويلات الحروب التي كانت تعيشها، لن يكون محل ذكرى بل محطة تاريخية. تلته بعد ذلك إنجازات نهضت باليمن، نهضة وصل صداها إلى المجتمع العربي والعالم بأسره. أصبحت بعد هذا اليوم بفضل الله ثم بفضل الزعيم اليمن تشق الطرق، تبنى المدارس والجامعات، تبنى المستشفيات، جميع المجالات التنموية. علي عبد الله صالح أوجد وطن، أوجد وطن، حقق وطن. لكن الآن يا وطن، الوطن الآن يهلك ويدمر من قبل الحوثة